معي من القاهرة دكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور محمد. بهذا اليوم العالمي، لو ممكن أن نبدأ بأسباب أمراض التهاب الكبد، وبالتالي هل من طرق وقاية؟ هو طبعا بالنسبة للالتهاب الكبدي في أسباب فيروسية، خمس فيروسات أساسية دي اللي هي متعلقة بالكبد الـ A B C D E. الأمراض الأكثر اهتماما اللي هي تسبب مضاعفات خاصة تليف الكبد اللي هي B و C، وزي ما أشار التقرير النسبة فعلا تعدت 330 مليون شخص على مستوى العالم. الأسباب طبعا هي تلوث أي شيء، آلات أو جهاز يكون هذا الجهاز ملوث بدم مريض ويصيب الشخص السليم إذا اخترق الجلد أو الغشاء المخاطي. فإحنا بنقول الدم ومشتقاته والمشابه لهذه الأشياء، سواء العمليات الجراحية، الأسنان، أحيانا مانيكير وباديكير، أماكن الحلاقة، بعض العادات السيئة مثل إدمان المخدرات عن طريق الحقن المشترك أو الشم، بعض العادات برضو زي التاتوينج اللي هو الوشم، الممارسات الخاطئة عموما في بعض الأشياء. فهنا دي أسباب الإصابة وأسباب العدوى بالفيروسات الكبدية. أه. هل ممكن أن نتحدث عن طرق وقاية معينة؟ والله الوقاية بتشمل على المستوى الشخصي ومستوى العام. الشخصي على الأقل. الشخصي الالتزام بالاحتفاظ كل شخص بأدواته الشخصية، سواء مكنة الحلاقة، فرشة الأسنان، حتى بالنسبة للقصافة، المعاصي، الحاجات الشخصية أساسا. بالنسبة للمجتمع دي، في احنا لقينا أكتر من 70% من أسباب العدوى بتحدث في المنشآت الطبية. فهنا مكافحة العدوى واستخدام المعايير الدولية لمكافحة العدوى دي من عامل النظافة، يعني من أبرز النظافة والتعقيم، يعني بالنسبة لمكافحة العدوى في الأماكن الطبية خصوصا، والتخلص الآمن من النفايات الطبية على أساس أن احنا نضمن أن ما يحصلش إصابة للشخص السليم. هذا أعتقد لا يجعله غير وراثي، صحيح؟ لا، غير وراثي يا فندم، هي عدوى من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق الدم مشتقاته أو أي آلة تخترق الجلد أو الغشاء المخاطي، وهذا الشيء يكون مختلط بدم شخص مصاب. لماذا بي سي التهاب الكبد بي سي أخطر من وكيف يختلف A B C D E؟ والله الـ A والـ E ده بينتقل عن طريق الطعام والشراب، ولقينا ان هم لا يسببوا التهاب كبد المزمن اللي هو بيؤدي الى تليف كبد في نسبه من هؤلاء المرضى. فيروس دي من الفيروسات الغير مكتمله بتيجي على فيروس بي، فاحنا بنحط الدي مع البي، واخبار حضرتك، اللي هو بينتقلوا عن طريق اللي الدم ومشتقاته او اختراق الجلد او الغشاء المغطي اللي انا قلت عليه. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا دكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا من القاهرة.